محمد بيه. كابتن حجم ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا ريس؟ كابتن مصطفى ازي حضرتك يا كابتن مصطفى؟ ازيك يا كابتن محمد؟ نقول لك كابتن محمد مش عايزين يكبرك استاذ بقى وبتاع. اي حاجه كابتن كابتن مش مشكله. ربنا يخليك. ازيك يا ريس؟ معاك طيب وايامك كلها سعيده وانت دايما موفق يا كابتن مصطفى، وانا يعني سعادتي غير عاديه ان انا اعمل مداخله بوجود الكابتن حلمي طولان. حبيبي يعني. حبيبي يا محمد بيه والله. لا والله يا كابتن حلمي انت من الناس. انت عارف. انت عارف معزتك عندي قد ايه وقوتك قد ايه. الله يخليك. ومن الناس اللي انا بصراحه يعني وانا في فتره رئاسه نادي الاتحاد من افضل الناس اللي انا اتعاملت معاهم اخلاقيا وذوق وابن ناس وابن اصول. فانا يعني بصراحه شهاده الكابتن حلمي شهاده مجروحه، لاني اتعاملت معاه لمده سنه وشفت قد ايه اخلاصه للعمل وحبه المكان واخلاصه لنادي الاتحاد. فانا بقول له يعني يا رب. كابتن محمد، احنا لما بنتكلم على الكابتن حلمي وبنقول لا للتعصب، انت وانت بترقص رئيس نادي كبير وقطب من اقطاب الكره المصريه في الاسكندريه نادي الاتحاد، عايز تقول ايه للناس اللي هي بتعمل احتقان على الساحه الرياضيه ونقول لهم لا للتعصب؟ بص يا كابتن مصطفى، بصراحه يعني الموضوع بتاع التعصب ده مش عايز اقول انه زاد او كده، ولكن هو بوخ يعني الموضوع باخ يعني. نعم نعم. يعني الموضوع مش مستاهل والدنيا مش مستاهله، ويعني اكيد انت بتحب ناديك تخلص لناديك وتشجعه وتحبه مفيش مشكله. ودي جماهير مصر كلها وجماهير العالم كلها بتحب انديتها وتشجعها بطريقه محترمه. ولكن موضوع التعصب انا ما اعرفش يعني، انا الموضوع زايد زي عن اللزوم، ولكن في الاخر يعني اكيد الامور اللي زي كده بالذات بين الانديه الشعبيه ما اظنش انها بتؤثر في العلاقات اللي بتربط يعني ادارات الانديه بينها وبعضيها، حتى المدربين حتى اللاعبين. لما احنا بنشوف مثلا لعيبه مثلا زي الاهلي والزمالك لما بيلعبوا مباراه، من الناس ما تعرفش انه بعد الماتش بيخرجوا مع بعض يتفسحوا مع بعض واسريا مع بعض، ومش لاقي الاهلي والزمالك بس، كل انديه مصر. فانا يعني حابب ان احنا يعني الدنيا مش مستاهله، انا عاوز اقول كده ان الدنيا مش مستاهله طبعا. وفي الاخر هي دي كره قدم، حلاوتها انت تشجعها وحلاوتها ان انت تقف جنب ناديك، ولكن هي لحد موجود. وانا عايز اقول لك حاجه ثانيه اهم من كده واهم من موضوع اتفضل التعصب. كل الناس بتفهم في الكوره يا كابتن مصطفى. ما دي مشكلتنا احنا بقى، هي دي مشكلتنا. كل الناس بتفهم في الكوره والناس كلها يعني تلاقي الماتش شغال وتلاقي مثلا بعض الجميل على ده. يعني انا بقى طبعا هضد موضوع الفيسبوك والسوشيال ميديا والكلام ده، انا ما بحبهاش اصلا يعني. ما هي دي سبب من الاسباب اللي بوظت الدنيا فعلا. بالظبط، بيتكلموا في التشكيل وماتش هو شغال، طلع اللعيب ده ونزل اللعيب ده. بقى كل الناس مدربين وكل الناس مدربين فنيين، واكن المدير الفني اللي على الخط ده ما يعني لا ما يفهمش يعني. ولكن في الاخر لا يعني انا حابب الناس تهدى شويه، وكمان مره بقول مفيش حاجه مستاهله في الدنيا دي خالص. نعم. ايه عزومه العزومه اللي كابتن حلمي عزمكم في البلد عنده؟ ده كلام. بص انا هقول لك على حاجه، انا لازم اعرف كل يعني حاجه. فده انت فاتح كده اسرار وقاعد قاعده محترمه مع الكابتن حلمي اللي انا بقول ذات في كمان مره مجروحه. يعني الكابتن حلمي اللي انا اعرفه وانا موجود يعني لعبته كذا مره بعد اي مباراه بعد اي مكسب، تلاقيه بيدعي اللعيبه على الغداء او للعشاء. وعمره مثلا اقول لك حاجه برضه، عمره ما جه كلم مثلا في مرتب امتى اتاخر امتى جه امتى الكلام ده، عمره ما سال في الموضوعات اللي هي تخص الناحيه الماليه. ولكن في الاخر احترامنا للكابتن حلمي واحترامنا لتعاقدنا مع الكابتن حلمي. وهو انا كمان بقول ان هو ابن اصول فعلا. الله يعني انا حبيت معاملتي معاه، وحبيت ان انا ان هو الفتره اللي هو قضاها مع نادي الاتحاد ادى اداء رائع في الدور الاول وبعد مباريات يعني كاس العرب بطوله العرب، وكمان ولكن طفو سوء بخت غير عادي في الدور الثاني. ولكن هو يعني كان بيصر تملي وانا كنت بصر ان هو يستكمل المسير مع نادي الاتحاد، ولكن انا بقول كان هو قراره هو على فكره اللي قرر ان هو يبتعد وساب نادي الاتحاد، ان هو ان احنا كاداره ما حطيناش في حرج. ولكن في الاخر انا اقول لا، قيمه كبيره جدا الكابتن حلمي المحترم محترم يا كابتن محمد.
انما انا عاوز اقول لك انا بسمع بس عزومات، انما لا شفت عزومات ولا رحت عزومات ولا اي حاجه. طب بقول لك يا كابتن مصطفى، نعم، الصيف جاي اهو والساحل جاي، هشوف قريب في الساحل ان شاء الله. انا هوقف البرنامج عشان نشوف العزومات دي كلها يعني. ربنا يوفقك ان شاء الله، ونادي الاتحاد يبقى في مكانه جميله، لان نادي الاتحاد ادعينا كده ان شاء الله، ربنا يوفقك ومع عندك مدربين كويسين. كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن بصراحه مقدمين اداء طيب جدا جدا جدا، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله نادي الاتحاد ينهي الدوري بشكل يليق في نادي الاتحاد السكندري ان شاء الله. يعني الحمد لله اتراعنا مع كابتن حلمي حبايب السنه، حبيبي حبيبي يا محمد دي والله، حبيبي كابتن والله. انتوا كنتوا متفقين على النتيجه دي ولا ايه؟ يا حبايب والله دايما والله. دايما يا رب طبعا. يعني احنا مش هنسى استقباله، مش هنسى استقباله ليا السنه اللي فاتت لما كنت حضرت مباراه نادي الاتحاد ونادي انبي، واستقبلني بصراحه في النادي بيدرو سبورت. لا ده سعيد جدا جدا بمقابلته، كان بقالي مده ما شفتوش، اتمنى يا رب كده اشوف احسن صحه واحسن حاجه. ربنا يخليك، ربنا يكرمك، واحنا مبسوطين ان انت موجود معانا، وان شاء الله هتبقى موجود معانا في حلقات كثيره من المجري. شرف ليا، شرف ليا، ربنا يخليك يا استاذ محمد، الف شكر. عارف يا كابتن مصطفى هتقول ايه للراجل الجميل؟ لا لا لا، انا اولا كنت سعيد جدا في الاتحاد، كنت سعيد جدا بالتعامل مع الراجل ده. الراجل ده من الشخصيات اللي ما شفتش حد طيب زيه، قلبه طيب بشكل غير عادي. دي جامد قوي يعني، انا شايف ان هو يعني من افضل رؤساء الانديه اللي تولوا المسؤوليه في نادي الاتحاد ان لم يكن الافضل. وراجل على خلق، راجل جميل جدا، شخصيه محترمه جدا، ممكن تلاقي دمعته تنزل بسرعه جدا. شخصيه انا حبيته، وعلى تواصل معاه يوميا على الواتساب، وهو يستمعني على طول يوميا، هو يبعت له وانا ابعت له يوميا، لم تنقطع العلاقه. انا ما شفتش حاجه الحقيقه والله، هو بيبعت لك وانت بتبعت له واحنا قاعدين بنتفرج. حقيقه والله، يعني راجل ربنا يديم المحبه جدا جدا جدا.